السلام عليكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي مرة أخرى في القناة. ودائما كنوجه الشكر للناس اللي كتابعني وكتدعمني، شكرا لكم. ومرحبا بالناس الجداد، ما تنسوش الاشتراك واللايك وتشاركوا الفيديوهات ديالي إلا عجبوكم، فقط للدعم شكرا. اليوم جيتكم ب طريقة عمل الخبز. كتشوفوه راه كيبان لكم خبيزات صغار يليق للمناسبات او اليومي، يكون يومي علاش لا، ولكن هذا الخبز هو بدقيق القمح، حيت دائما عندنا الدقيق الابيض كيجي به الخبز منفوخ وزوين، ولكن دقيق القمح ديما كيجي نازل ما كيجيش طالع فحال الابيض. ولكن نتوما كتشوفوا النتيجه ديال هذه الوصفه، شوفوا الخبيزات كيفاش كيبانوا طالعين ومنفوخين، ما تعرفوش انه ديال القمح، كيبان انه فحال غير الدقيق الابيض. دونك نتكلوا على الله ونوريكم الطريقه ديال وصفه اليوم. هنا انتما كتشوفوا معايا عندي جوج انواع ديال الطحين، كنتمنى يكون كيبان لكم الفرق. هذا هو طحين دقيق القمح، عادي تحتاجوا حوالي 400 غرام منه، وعادي نستعمل الدقيق الابيض حوالي 500 غرام نص كيلو، ودقيق القمح غادي يكون فقط اقل بشي شويه. انا وريتكم هنا فقط الكاس اللي كنعبر به في امريكا، راه شويه كبير على كاس العنبه. عادي نحتاجو ملعقه ملح، وهنا عادي ناخذ زليفه صغيره باش نخلطو فيها الخميره ديالنا. غادي نديرو ملعقه ونصف، هاد الملعقه راه هي بحجم الملعقه الكبيره ديال الاكل ديالنا في المغرب، ماشي الملعقه الصغيره، الملعقه الكبيره. ملعقه ونصف خمير، ونديرو ملعقه واحده ديال السكر، وغادي نضيفو القليل من الخل ما يعادل نصف ملعقه. وهنا انا الخبز غادي نعجنو بالحليب كله، غادي نعجنو فقط بالحليب. عندي ثلاثه الكؤوس كبيره ديال الحليب الدافئ، غادي نستعمل شويه ديال الحليب هنايا مع هذاك الخميره والسكر والخل ديالنا باش يتفاعلوا. نخلطوهم شي شويه ونحطوهم على جانب. هنا غادي نضيفو واحد 3 ملاعق ديال الزيت، نزيدوهم على الطحين ديالنا. وهنا غادي نحاول نخلط داك المكونات اللي عندي، ونبدا نضيف الحليب. هاد الطريقة بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش يديروا يديهم في العجينة وعندكم الماكينه، من الافضل انكم تبداو تضيفوا السوائل وتخلطوا الطحين بشي معلقه قبل ما ديروها في العجانه، حيت كتساعد بزاف الا خلطوه ونسجمت العناصر قبل ما تخشيهم في العجانه، حيت العجانه الا درتوها ديريكتومون القاع ديال داك الاناء ما كتوصلوش مزيان، وكتضروا انكم تبداو تحبسوا وتخلطوا وتردوا. اللهم خلطوا من الاول يكون افضل. هنا راه كنت ضفت داك الخمير ديالنا، داك الخليط ديال الخميره مع السكر والحليب والخل. هنا غنبقى نزيد الحليب شويه بشويه حتى تتشكل عندي داك القوام ديال العجينه اللي ما كتكونش قاصحه بزاف، وفي نفس الوقت ما كتكونش سائله، لان هنا فاش غادي تدلك مزيان عاد العجينه ديالنا عادي تطلق. دونك هنايا انا درتها في الدلاك ديال العجين هنايا، تقدروا تستعملوا اي نوع من الماكينه عندكم نتوما، او تقدروا تدلكوها بيديكم، كيبقى اختياري. كتاخذ لكم حوالي 4 دقائق باش تكون تدلكات مزيان. وهنا غادي نضيف لها واحد 3 الملاعق ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، ونعاود نردها تدلك لواحد مدة
مدة دقيقة واحدة. هنا كنردو العجينة ديالنا كما قلت لكم، فقط باش نساجم داك الزبدة فيها، ما تاخدش لينا اكثر من دقيقة باش تدخل فيها داك الزبدة. العجين ديالنا رشتيه، راه الزبدة انسجمات مع العجين مبقاتش كتبان صافي. هنا غادي نحيدوها من داك الماكينة ديالنا، تقدروا تحتفظوا بها في نفس الاناء كما كندير انا، ما كنبغيش عاد نكثر عليا في الماعن، كنخليها تما كنقادها وكنغطيها. اللي بغى يدير اناء مختلف وعنده الغلاقه يقدر يدير يدهنوا بشويه الزيت ويدير فيه العجين ويخليها تختمر واحد مده 40 دقيقه، غتكون كافيه باش تكون اختمرت لينا صافي. انا غطيتها هنا بالبلاستيك الغذائي ونحطها على جانب. هنا هانتوما كتشوفوا بعد مرور 40 دقيقة العجين ديالنا تنفخات، شتي راه ضعف الحجم ديالها. هنا غادي نحتاجو شو شوية شد الزيت، زيت نباتي باش نشكلو العجين ديالنا تجينا سهلة، ما عاديش نستعملو الطحين هنايا لهاد النوع ديال الخبز، ما نستعملوش طحين التكراس، غنستعملو الزيت صافي. انا هنا عندا نشكل في العجين ديالي، وانتم كيبقى الحجم ديال الخبيزات اللي بغيتو ديرو على حسب انتم، غتكونوا عارفين طريقه الاكل ديالكم، واش كتبغيو خبيزات كبار ولا خبيزات صغيورين. من الاحسن ديرو على حسب كيفاش انتم كتاكلوا الخبز، واش تاكلوا بكميه صغيره او كثيره، باش ما كيبقاش لكم مقرد ملي كتحطوه، تحطو حب خبيزة الواحد وكتكون كافية باش انها تكال. دونك هنا صافي كنقوم انايا ندير العجين نشكلو على شكل دوائر، تقدروا ديرو على شكل باغيط الا بغيتو، كيبقى هذاك الشيء كيرجع ليكم اختياري. ومنين كنشكلهم كاملين انا عاي كنقرصهم غير شي شويه، لاحظتوا انا كنحصر عليهم واحد شويه دونك تشوفوا العجين ديالنا راه كيبان دابا، كيبان من فوق شي شويه، وغادي نزيدو نخليو يختمر واحد المده قليله من بعد هادي. دابا غادي ندهنوا هاد الكريسات ديالنا، هاد الخبيزات ديالنا، غادي ناخذوا بيضه واحده وغادي نديروا معاها جوج معالق الماء وملعقه عسل. هاد الخليط كيخلي الخبز ديالكم يجي محمر وزوين، وما تكونش فيه داك اللمعه ديال البيض، حيت ملي كنديروا فقط البيض بوحدو او البيض مع الحليب كيجي كيلمع فحال ملي كنديروا القراشل او كنسميوهم الكروس. هاد الطريقه ملي كتزيدوا الماء والعسل كيجيو محمرين ولكن ما فيهمش داك اللمعه ديال القراشل، وتساعد حتى هاد الدهن على ان اي زواق بغيتو ديروه اليوم تزيين يلصق عليه. انا هنايا زوقت شي شويه بالشوفان، او حنا هنا كنقولوا له الاوت ميل، وكنخليوه يختمر واحد ربع ساعه، نخليوه ربع ساعه 15 دقيقه مره اخرى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا كما لاحظتوا. انا طاوه وحده درتها بالشوفان، والطاوة الثانية زينتها بالزنجلان والخشخاش هو اللي درت في الوسط، تيبان لكم اسود وصافي. كتدخلوها على فرن ساخن بطبيعة الحال، درجة الحرارة 220، ما كياخد لكمش كتر من 13-15 دقيقة للطهي. هانتوما كتشوفوا كيجي الخبز ديالنا محمر وزبين ورطب في نفس الوقت ومن فوق، مع انه فيه دقيق القمح. لاحظتوا معايا كيفاش كيجي رطب، هانتوما كتحسروا عليه وكيرجع يطلع، وداك العسل مع الماء والبيض كيخليه يجي محمر ولكن بدون لمعان، وفي نفس الوقت
الزين ديالنا كيلصق ليه اي نوع من الزين كتفضلوه نتوما، تقدروا ديروه من الفوق. كنتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم، وبصحه وراحه، وما تبخلوش علينا بالاشتراك وباللايك. شكرا وبصحتكم وراحتكم.